تحولت مغادرة قائد منتخب لبنان رضا عنتر لشاندونغ نادي السابق بدوري المحترفين الصيني لقضية بالنسبة لجمهور النادي ووسائل الإعلام الصينية يلي انتقدت بأسوأ التغييرات يلي شهدها نادي شاندونغ مؤخرا. بالمقابل كان رضا موضع ترحيب كبير بالنادي الجديد جانغ سو سانتي الطامح لدخول المنافسة على اللقب، وهو خاض معه معسكر إعدادي تخللوا مباراتين وديتين بكوريا الجنوبية انتهت الأولى بالتعادل 2-2 والثانية بالفوز 2-1. رضا والأجانب الجدد بفريق جانغ سو سانتي تم تقديمهم بمؤتمر صحفي حاشد جرى خلاله الإعلان عن اختيار سفير الكرة اللبنانية للقميص رقم 6 بدلا من الرقم 18 اللي كان يلبسه مع فريقه السابق. وللعلم فقط نادي جانغ سو سانتي تأسس بالعام 1958 وتحول للاحتراف قبل 20 سنة، خاض 13 منها بالدرجة الثانية وموسم بالثالثة قبل ما يصعد للدوري المحترفين عام 2009 محل ما لعب 5 مواسم وحل وصيف مرة و13 بالموسم الماضي.